مرحبا شباب، تحياتنا لكل متابعينا من خلال قناتنا على اليوتيوب، قناة على السادة المكتوبة باللغة الإنجليزية، وعلى الفيسبوك من خلال البيج بلا أبو العلاوة. على السادة أصدقائي وأعزائي، هذا الفيديو يخص الوقت اللي نبدي نقدم به المي للمخاليف الصغار، مخاليف هذا الموسم، موسم 2017. أصدقائي وأعزائي، هواي من الأصدقاء يسألون على هذا الموضوع، يريدون وقت محدد. الوقت يا أصدقائي ما ينضبط، يعني أقول لك شهر أو أقول لك 3 أسابيع أو أقول لك شهر ونص ما راح ينضبط. ليش؟ لأن نمو مخلف إلى مخلف آخر يختلف، والسبب الظروف مالته. يعني عندنا إحنا الوحشي أقوى من الأليف، لكن النمو مالته إذا كان بعمر لاحق أمهاته يكون بطيء لأن سحب الأكل أقل. أما الأليف يكون نمو مالته أكثر لأن سحب الأكل مالته أكثر، لأنه ما يخاف من عندك ويستقبل منك كميات أكل فيكبر أسرع. هنا يختلف، يعني يختلف فرق تقريبا أسبوع أو أسبوعين. شغلة اللخ احتمال مخلف عندك فجأة مرة من المرات أو صدف عندك شوية تمرض أخذ ليوم أو يومين قلل الأكل مالته، هنا النمو راح يتأخر. او عندك كذا المخلف عندك يعني المرض بكمشته هم ياخذ له فتره، او عندك انت اصلا تقدم الاكل قليل للمخلف ايضا النمو راح يختلف. فاحنا نعطيكم صفه للمخلف تخليك تعرف العمر المناسب له حتى نقدم المي. اليوم عندنا هذا المخلف مالتنا اللي احنا مسميه ترام، مثل ما تلاحظون الذيل طول كامل، كمل الذيل مالته. طبعا هذا الذيل مؤقت، احنا مثل ما قلنا لكم الريش يتبدل، هذا مو ثابت، كل الريش مالته راح يتبدل، بس نسميه ذيل كامل، يعني ذيله طول بعد ما راح ياخذ اطول، هذا الذيل مالته كامل. وشغله اللخ بدا يصبغ. هواي من الاصدقاء يقول شنو يعني معنات كلمه بدا يصبغ؟ بدا يصبغ اصدقائي واعزائي يعني بدا يصفي. مثل ما تعرفون انتم هاي المخاليف هذا لونها املح، مو لون ثابت. خلينا نقرب لكم اياه افضل، طبعا انا ما اريد اتقرب منه حتى ريشه لا يتكسر. مثل ما تلاحظون المخلف لونه املح، هذا مو لون البلبل الطبيعي البالغ. تعرفون لون البلبل الطبيعي البالغ راسه اسود، ذيله اسود، مطرف او مطرز ابيض، صفاره يصير طوخ، الرصاصي مالته يصير طوخ، هذا اللون الطبيعي للبلابل. هسه هذا لونه املح احنا نسميه. من يبدي يصبغ؟ نقول مثلا الطير بدا يصبغ، طبعا هذا الاب هتلر لانه تقربت من عنده فيخاف عليه. شوف الشقشقه سبحان الله، يعني كانما ابنه صاير. من نقول بدا يصبغ، بدا يصبغ يعني معناته شنو؟ بدا يوقع الريش هذا المؤقت اللي عندنا، بدا يطلع الريش الثابت له، الريش اللون الثابت. يعني مثلا براسه تطلع نقاط سود، ريشات سود، او جوا منقاره، او ظهره ريش رصاصي يطلع، يعني معناتها بدا يصبغ الطير. هاي المرحله او هذا العمر هسه اللي انتم تشوفون هذا المخلف ترامبي، نقدم المي على شكل مشربه، مو طاسه، مشربه مثل هاي حتى ياخذ كفايته من عندها فقط. ونقدم نبدي الفواكه بالاضافه الى الخلطه، تتقدم الى لينه. شلون هسه انا مقدمها الى لينه مو يابسه، حتى يظل ياكل من عندها، لان اذا يابسه ما راح ياكلها وما راح يعرفها. ونقدم بالاضافه الى تفاح، ونقدم اليه التمر، لانه الطير بهاي المرحله بدا ينقر، بدا يعرف يعني شلون يستعمل منقاره، بدا يفطم روحه. احنا نوازيه ويا حياته بالبريه بهذا العمر، الامهات تبدي تفطمه للمخلف وتتركه، فهو يبدي يدور اكله، هو يلقى اكله ويعرف شلون يستعمل منقاره. بدا ينقر الطير عندنا، خلينا له التفاح والتمر، خلينا له الخلطه على شكل طريه مثل ما تلاحظون، والمي بهاي الحاله بالمشربه. بعض الاصدقاء يعاني من مشكله يقول انه هذا المخلف ظل يشرب هوايه مي، ظل يشرب لحد ما تصير بطنه اسهال او كلش عباره عن مي. هنا الشغله مثلا خلينا احنا الصبح المشربه له، نخليها له فد ربع ساعه، ننتبه على الطير راح يشرب مي، نشيل المشربه من عنده، نعيدها الى شوكت العصر هم راح يشرب من عندها، من نشوف الشرب كمل نشيلها من عنده. هاي اول يومين ثلاثه، بعدها تدريجيا نبدي نعيد للمشربه ونتركها الى بالقفص، هو راح يتعود عليها وراح يقدر ياخذ كفايته من المي ويوازن بين المي وبين الاكل اللي قاعد يستهلكه حتى ما يصير بطنه خفيفه. ان شاء الله استفاديتوا من الفيديو، تحياتنا لكم.